وفي الاستوديو تنضم الي الزميله ماري سالم محلله الشرق مع بلومبرج. اهلا بك يا ماري، شكرا على انضمامك. يعني اليوم نشاهد اداء قوي للغايه للسوق الدبي المالي والاسواق الاماراتيه بشكل عام، لاحظناها يعني حتى في الجلسه الماضيه كان الوضع جيد بالنسبه للاسواق الاماراتيه، استمرارا ايضا للمكاسب التي شاهدناها منذ نهايه العام الماضي. صحيح، يعني اليوم اللي كان ملفت يعني حركه السوق والحجم التداول اللي كنا عم نشهد اليوم بالاسواق كانت شوي فارقه عن امبارح. يعني بدنا نذكر بس بشغله انه اليوم كان اول نهار اذا بدنا نجي نطلع على صناديق الاستثمار العالميه وعلى الاجانب، يعني اليوم هو اول نهار بالسنه بيرجعوا هن على اشغالهم وبيرجعوا على الاسواق، فكان في كثير من حجم التداول اللي اليوم عم نشهده نحن بالاسواق جاي من المستثمرين الاجانب. يعني في عندك صناديق استثمار عم تعيد هيكله الصناديق تبعها والمحافظ كيف عم بتكون ادارتها والكميات الموجوده فيها، فعندك دائما عم بيصير في زياده بوزيشنز عم تنحمل بهذه البورتفوليوز. طيب الواضح ايضا اليوم انه القياده تاتي من القطاع البنكي والقطاع العقاري، واضح ان السوق تسعر عمليه عكس المخصصات بالنسبه للقطاع البنكي خلال الفتره القادمه، يعني اخذت البنوك مخصصات كبيره خلال الفتره الماضيه، ولكن الواضح طبعا يعني أن المستقبل يبدو أفضل من العام الماضي، وبنفس الشيء بالنسبة للقطاع العقاري أنه لا يمكن أن يكون هناك أسوأ مما حدث في 2020، وبالتالي يعني وصلنا للقاع. صحيح، خلاص القطاع العقاري والبنكي سيستمران في المكاسب. هلا هي مش قصه حيستمروا بالمكاسب بس، هلا نحن بمرحله عم نقطع فيها، يعني في عندك اليوم اجتماع اوبك، في عندك تفاؤل من قبل المستثمرين من ناحيه الكورونا، من ناحيه الفاكسين اللي عم ينعطى، حالات عم بتقل، صار في نوع من التفاؤل من قبل المستثمرين، بتلاقيهم بيجوا بيستثمروا بالقطاعات اللي هي كانت اكثر شيء اندر فاليود او كانت يعني اكثر شيء متضرره بالسنه اللي قطعت. يعني عندنا القطاع البنكي نحن معروف بالامارات انه عنده التوزيعات اللي هي كل سنة دايما ملتزمين فيها وبيضلوا ماشيين فيها رغم كل الضغوطات اللي هن عم يشهدوها من قبل الشركات المتعثرة أو غيرها. هلا القطاع العقاري مثل ما ذكرت أنت أنه صرنا وصلنا كنا لمستويات جدا واطية، صارت كل الشركات قيمتها السوقية أوطى من ما هي مفروض أنها تكون عليه، والكل صار متفائل أنه نحن فايتين بمرحلة كل الأمور رح ترجع تتحلحل ورح نرجع نشهد هيدي الازدهارات بالقطاع العقاري تحديدا. يعني نلاقي الضغط اليوم كان أعمار دي آي سي دماك، يعني من الشركات اللي جاي ضمن الخمس شركات الكبيرة أكثر تداولا من الحجم من ناحية حجم التداول والفوليومز، فهي شيء طبيعي أنه نشوف المستثمرين عم يتوجهوا. بس قديش ممكن هيدا تكمل؟ صرنا نحن فترة عم نشهد هيدا الصعود، ممكن أنه نشهد نوع من التصحيح بس مش حيكون هي تصحيح السلبي، يعني هي حتكون تصحيح الصحي بالنسبة للأسواق. نعم. طيب واضح أيضا أن هذا التوجه ليس فقط توجه في الأسواق الخليجية، يعني ربما مكاسب قوية في سوق دبي المالي، ولكن حتى على مستوى العالمي ماري نشاهد أنه العالم يبدأ السنة الجديدة في أسواق المال بحالة من التفاؤل. لاحظناها على أداء الأسواق الأوروبية مثلا، النفط والذي يواصل المكاسب، كل هذه الأمور لازالت يعني لازلنا في بداية العام، ولكن الأسواق وضعت الأسوأ وراءها، وإذا كانت أصلا الأسواق ارتفعت في ظل كل مخاوف كورونا التي حدثت العام الماضي، فكيف بهذا العام وتوفر اللقاحات وغيرها من عوامل إيجابية؟ هلا لكن المتوقع لل 2021 بالنسبة للأسواق أنها تكون كتير إيجابية. هلا لأي درجة بتكون إيجابية هيدا بيعتمد كمان شو ممكن أنه تخبي لنا 2021. يعني بال 2020 ما حدا كان متوقع أنه حيكون في كورونا وحيصير في عنا لوك داونز وحتتأثر كل اقتصادات العالم. هلا نحن شهدنا آخر فترة يعني الربع الأخير بالسنة كان على الأسواق العالمية جدا إيجابي، وكنا دايما مستنظرين أنه أيمتى بده يصير في التصحيح وأيمتى بدنا نشوف الرد العكسية أو شوي أنه يكون في جني أرباح، بس هذا كله ما شهدنا. يعني كنا عم نشهده على شركات معينة أو قطاعات معينة ما كان عم بيخلق خضة بقلب الأسواق. ممكن نضلنا نحن عم نشهد يعني الدعم الإيجابية اللي موجودة بالأسواق العالمية هي اللي عم تأثر وعم تعطي دعم زيادة لأسواق المنطقة أو لأسواق الخليجية، وهذا شيء طبيعي أنه نحن نشهده. يعني قطعنا بكثير أمور أسواق فصار في نوع من الإيجابية الزايدة هلأ شوي. نتمنى ذلك، نتمنى استمرار ذلك وأن يكون الأسوأ بالفعل وراءنا. شكرا لك ماريس.